النهارده محكمة جنح دار السلام قضت بمعاقبة الطبيب وممرضتين، ويمكن دي واحدة من حوادث نادرة أو من قضايا نادرة جدا بعد أقل من سنة، بعد عدة أشهر قليلة. دي قصة هبة العيوتي، هذه الفتاة الشابة الجميلة التي قضيت بخطأ طبيب. البنت رايحة تعمل حاجة في مستشفى خاص، ادوها حقنة فورمالين الدكتور والممرضات، فيعني في النهاية الطبيب البشري خد 5 سنوات والممرضتين خدوا 3 سنوات، لكن هبة العيوطي ماتت وتركت أسرتها. معي على الهاتف أستاذ عمرو العيوطي، شقيق هبة العيوطي. مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ هل زي الصعايده تقدروا تاخدوا العزا النهارده؟ لا لسه يا فندم، ان شاء الله باذن الله العزا هيتاخد قريب، لما ان شاء الله باذن الله نكمل في قضيتنا ونقدر ندخل كل الاطراف اللي كانت متسببه في وفاه هبه الله يرحمها. هل هبه الله يرحمها يا فندم، انا عايز بس ادي حضرتك حاجه بسيطه عن هبه. فضل. هبه كانت بنت الاولى على ثانويه عامه، كانت الاولى على كليه تجاره انجلش، كانت بتشتغل في شركه بترول ايطاليه في المعادي، كانت لسه متجوزه بقالها سنه. حضرتك مش متخيله اللي حصل لها، ده دمر بيتين، دمر جوزها ودمرني انا ووالدي ووالدتي واختها التوأم. ازاي؟ هم قتلونا، فاحنا ما نقدرش. احنا ان شاء الله باذن الله احنا هنكمل، لان حق اختي لازم يرجع بالكامل، ومش حق اختي بس، هو حق كل البنات اللي والولاد اللي زي الورد يا فندم، اللي بيموتوا الفترة الأخيرة اللي بنسمع عنهم كل أسبوع، لازم حق الناس دي كلها يرجع علشان خاطر البلد تقوم والبلد ترجع والبلد تبقى أحسن من كده بكتير، لأن الإهمال وعدم الضمير بقى كتير قوي في البلد يا فندم، فلازم نقضي على الكلام ده. عمرو، أنت بتقول كل المتسببين، يعني أنت مش شايف إن الطبيب والممرضتين بس هم المتسببين في قتل هبة؟ في عوامل كتير قوي يا فندم في قتل هبه. مستشفى، المكان اللي هو اللي حصل فيه الخطا، السجلات، المستشفى اللي اتشطب منها اسم هبه، علشان يمحوا ان هبه دخلت المستشفى، شهاده مدير المستشفى اللي قال ان مفيش فورمالين في قسم الاشعه، كل الناس دي لازم تتحاسب. الاستشاري اللي كان عارف من داي 1، احنا قعدنا 28 يوم يا فندم في مستشفى، ما حدش قال لنا هبه عندها ايه، بيقولوا لنا عندها مرض قديم، ولما خدت الحقنه ظهر السبب. كانوا يقعدوا يقولوا لنا ان خلايا الرحم المهاجره هي السبب، هي هبه كانت رايحه بتعمل اشعه على الرحم، علشان كان بقى لها سنه لسه متجوزه، فكانت بتعمل التست الطبيعي اللي اي بنت متجوزه بتروح تعمله. ايوه. فكل الاطراف دي يا فندم لازم تتحاسب، اذا كانت هتتحاسب. يعني الحمد لله ان القضاء حكم لنا النهارده على الدكتور المتسبب بسبب مباشر هو والممرضات، ده احنا نقدر ان احنا نشكر القضاء على اللي حصل، ونقدر نشكر النيابه على شغلها اللي اتعمل، بس احنا مكملين، لازم هناخد حقنا من كل واحد عمل المشكله دي قضائيا، حتى لو بالرجوع عليهم بالادعاء بالحق المدني، علما مع ان احنا من اول يوم في النيابه احنا قايلين ان احنا لو رفعنا اي قضيه بالادعاء بالحق المدني سيتم التبرع بكامل المبلغ للمستشفيات الحكوميه في مصر، من اجل ان احنا نقدر ان احنا نساعد شويه المستشفيات اللي بيموت فيها الناس كل يوم ومحدش بيضرب بيها. صح. انا بشكرك يا عمرو.